حكم الاستمناء. تكلمنا ايضا عن هذا الحكم، والجواب ان الامام الشافعي قال ونحن معه باستدلاله قوله تعالى في وصف المؤمنين والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون. فهذا نص صريح أنه لا يجوز المسلم أن يصرف شهوته إلا من طريق من الطريقين أو من الطريقين كليهما معا، التزوج والتسري، فما سوى ذلك فهو عدوان وظلم لمن فعل ذلك، أي ظلم نفسه. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، أي باغون ظالمون لأنفسهم. دون إن شاء الله 10 دقائق بعد حتى 8:30 نصف.